وكأنه يوم الحشر في اليابان. مر الزلزال وبقيت تبعاته في شكل سيول جارفة تأكل البيوت وتجر معها البشر والحجر، وأمواجها تتلاطم بما تحمله في طريقها. سيول تسونامي اليابان الجارفة لم تميز بين السيارات والشاحنات ولا بين الحاويات والسفن، الكل أمامها سواسية تقذف به نحو المجهول، فجرفت التربة وردمت الأخضر واليابس. أمواج قوية عاتية مزمجرة تلامس لفحاتها الباردة الطرقات والجسور، وكل شيء يرقد في حضنها تحت ركام المتناقضة. حتى السفن على مختلف أشكالها وقعت وغرقت حتى النخاع في جوف السيول، والصوت الحاد الغريب يشق كل شيء.